الرحمن، هو الذي اختار الصفا الصحابة الكرام والعلماء الأتقياء والسادة الأنقياء والقادة الأصفياء من التابعين والعلماء كابن جبير وابن المسيب والحسن وابن سيرين وكالشافعي ومالك وأحمد وسفيان والحمدين والسفيانين وإسحاق الفزاري وغيرهم من هؤلاء الأعلام، السلسلة التي لا تنقطع. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يقدم من شاء بفضل ويأخر من شاء بعدل. العلاقة كانت بيننا وبين جماعة الإخوان قبل الثورة كانت علاقة تبادل احترام، لكن لا يوجد أي التزام منهجي ولا دعوة ولا تعاون تربوي. كانوا أحيانا في العزاء مع المشايخ يحرصون على ذلك. عرس بنت الشيخ محمد إسماعيل جزاه الله خيرا دعا للأستاذ وائل دغنين ودعا الشيخ المحلاوي، عقيدة أنس ابني اللي موجود معايا ده اللي جبته وحنكه وحضر العقيدة من الشيخ المحلاوي وألقى الكلمة وقبلنا يد الشيخ رأسه. كانت بيننا وبينهم علاقات محبة وأخوة نحافظ على بقائها ونقائها مع عدم المشاركة في أي أمر. اخواننا في جماعه الاخوان لما كانوا داخلين في قضيه في موضوع الانتخابات احنا كان لنا وجهه نظر واجتهاد، سواء احنا كنا على صواب او هم على صواب، لكننا بفضل الله عز وجل لم نخطئهم ولم نخونهم، لكن كنا نرى انه لا جدوى، يعني لم يستطوع فعل شيء مثل هذه الاجواء والظروف، الظروف التي تقود البلد والظروف السياسيه وظروف الدستور والاحوال التي كانت موجوده قبل الثورة. نعم نحن نقول قبل الثورة، ومع ذلك نحن ما كنا نتكلم في حقهم بكلمة ولا نخونهم أبداً،